التغذيه ديالك ماشي لائحه على ايه ديالك كيفاش كتاكل انت لان انت عندك ام انا ما عنديش مشكل انا اللحوم ولو انني لاحم ما كناكلش اللحوم يوميا نعم. ما كنكذبش على الناس ما كناكلش اللحوم يوميا نعم. كناكل اللحوم في المناسبات كنكون مثلا معزوم ولا حاجه ولا مره في الاسبوع ولا مره في الشهر ما كناكلش اللحوم يعني واحد المقدار قليل اكل لحم الغنم نعم. لان الغنم كتسرح مازال ما عندهاش يعني على مركز نعم وكاين دجاج بري ديك الحباش بيض بلدي حاجه ناكل السمك كذلك يعني تقريبا السمك هو اللحم المفضل ثم ما عنديش هذا المنتوجات الحليب ما كناكل تقريبا ما كنستكلكهاش تقريبا ما كنستكلكهاش قليل في ناخذ شويه ديال البلدي ولا حاجه قليل جيدا ثم انا افضل الشعير على القمح يعني كنرجح الشعير القمح والقمح كناخذ القمح الصلب ماشي الحنطه ماشي الفرينه يعني ماشي القمح الطري لكن القمح الصلب يكون احسن يعني ملي كنكون مسافر ولا كيكون عند ناس ولا كيكون خارج طبعا انا مضطر ملي كيكون الانسان مضطر شيء لا باس ولكن العيشه العاديه يعني يعني اليوميه للشخص يجب ان يكون فيها تنظيم وان يحذر من الاشياء التي تسبب لها انزعاجات الام ما عندوش مشكل مع السمك زيت الزيتون وزيت الكتان زيت الزيوت الصناعيه كتضر الام لان فيها ليكتينات الزيوت ديال الذره الزيوت ديال الذره وديال السوجا وديال التورنسول وديال الزيوت الاخرى الصناعيه تضر يعني تزعج الاو الاو كيبغي زيت الزيتون زيت الزيتون لا يسبب اي مشكل لاي فصيل دابا زيت الزيتون لا يسبب اي مشكل سبحان الله والشاي لا يسبب اي مشكل للفواصل الاربعه الطماطم تسبب ازعاج الفواصل الاربعه الاو والاو بي والابي الطماطم عندها ليكتين موجه ضد الفواصل كلها نعم وهذا الاشياء البطاطس كذلك البطاطس علاش لان هذه الباذنجانيات سولاناسي هذه الباذنجانيات هي تزعج الفواصل كلها علاش لان السولانين هذا الليكتين والسولانين داخل مع الليكتينات والسولانين هو يحدث انزعاج في القولون يعني في المصرى الغليظ ولذلك هو كيضر الفواصل الاربعه وهناك مثلا اشياء يعني ولو ان واحد عدى واحد اثار ديال الليكتين بحال الشاي كما قلت بحال الشاي ولكن لا يسبب اي ازعاج بحال زيت الزيتون لا يسبب اي ازعاج غريب هناك نوع من الالبان لا يسبب ازعاج هو لبن الابل لبن الجمال لا يسبب اي ازعاج عند هذا ما عندهاش مشكل توازن بين النبات والحيوان نعم يكون عندها توازن تستفيد من الحليب وتستفيد من اللحم سمك والدجاج بري والبيض البلدي جيد هذه وتستفيد من النبات لان عندها البي بالانس يعني عنده 50% نبات 50% حيوان ولكن الطبخ ديالها يكون بزيت الزيتون هذه السيده دي يكون الطبخ ديالها بزيت الزيتون وهي لا تتحمل المنتوجات الصناعيه ولا تتحمل الطبخ خارج المنزل الطبخ يعني السريع البي ما كيتحملش الطبخ السريع عنده مأكولات صناعية لأنه قريب من الحساسية البي قريب من الحساسية رغم أن الجهاز المناعي ديالو جيد وهما يعني يقدروا دغيا يتصابوا بداء السكري داء السكري والتصلب اللوائحي البي إلا كان برا إلا ما كانش في المنزل إلا كان برا يصاب بالتصلب اللوائحي يعني هذه ومن اللي يكون عنده التصلب اللوائحي إلا حبس يعني إلا كف التناول ديالو لهذه المواد الصناعية تحسن الحالة ديالو أكثر من 60% غير بالنظام الغذائي ما تكلمناش على بعض الأشياء الأخرى لأن كاين الأكل وكاين الأعشاب وكاين الماء وكاين مشروبات وكاين أشياء هكا فبعض الأعشاب ولذلك أنا كنت ديما كنحذر الناس من هاد الخلطات بعض الاعشاب كيخلطوا هذه مع هذه وتيقول هذه راه تصلح للسرطان ولكن كتصلح السرطان واش عند المراه واش عند الراجل واش عند الولد واش عند الشيخ واش عند الاو واش عند الا واش عند الابي واش عند هذه اشياء اصبحت الان معقده ونحن في عصر العلم فيجب على الناس ان يتركوها للعلم والا يبيعوا منتوجات بوجهها معنى حتى في السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كتاب البيوع غادي نلقاو هذه القضيه هذه تبيع السلعه بوجهها ها زريعة الكتان حبوب ها حب رشاد حبوب ها الحلبة حبوب ها السانوج ها الزعتر هذه ما تخلطهاش يعني انها اللي بغى يشري شي حاجه راه غادي يشريها علاش تما كتخرج انت من المسؤوليه ديالك امام الله سبحانه وتعالى لا تؤذي حد يعني المسؤوليه القانونيه ماشي مشكل القانون ليس هناك الان ما كاينش قانون ديال المشكل ديال الاعشاب ما عندناش قانون ولكن على الاقل نحن نتكلم بتقوى الله سبحانه وتعالى الضمير وتقوى الله وان هذه المسائل هي اللي خصنا الان نتكلموا بها مثلا الالوا عشب الالوا الالوي فيرا عشب الالوا تضر الابي فصيل الابي فصيل دمه تضره والشاي الاسود الشاي الاخضر ما كيضرش الابي الشاي احنا كنبغيو ندقوا علاش باش نوريو الناس راه علوم هذه راه ماشي غير كنتكلموا هكذا قناه نصائح وارشادات مجانيه يعني انا نقدر نعطي تفاصيل مثلا نقدر كل فصيل دموي كل فصيل دموي نقدر نتكلم عليه يوم كامل
باش نعطي للناس التدقيقات يعني الاعشاب اللي غادي نلقاوها في الغابه ولا الاشياء هذه. الأو ما عندوش مشكل مع المواد الغابويه المواد الطبيعيه اللي كتخرج من الارض واللي كتكون ما عندوش معها مشكل. الأو عنده مشكل مع الاشياء المدينه الاشياء المصنعه والاشياء المدينة. هذه الفواصل الدمويه هذه كل ما كانت المنتوجات ديالها طبيعيه كينقص الحده ديال الليكتينات الحده ديال الانزعاجات كتنقص. كل ما زادت لهذه المنتوجات صنعت وتعلبت ولو فيها مكونات بحال كما قلنا دابا الهرمونات كاين دابا نساء غتقول لها ناخذ الحلبه راه الحلبه كتزيد في النعم ولكن الا كان عندها ابي غادي يولي عندها مشكل. اذا كان عندها فصيل دموي ابي ممنوع عليها الحلبه ممنوع عليها الحبرشاد ممنوع عليها الكتان ممنوع عليها السمسم هذا زنجلان هنا في كاين مشكل ممنوع عليها الالوفيرا ممنوع عليها الشاي الاسود هذا فهنا الناس يردوا البال لان هناك اشياء اللي كتضر بشوف بعض الناس مثلا كيغليو واحد العشبه يشربوها غير لويزا فاش من بعد لويزا كاين اللي كيشرب اللويزا يحس لاباس كاين اللي كيشرب اللويزا ينزعج فعلا هنا كيبين على ان الفواصل الدمويه امتى كيكون الامر جيد هو بحال اللي عندي انا الحمد لله علي ليس بامري وليس بهواي ولكن مشيئه الله شاءت ان نكون انا والسيده ديالي او والاطفال ديالنا كلهم او علاش لان الاو مع الاو كيولد او يعني 100% ما عندناش مشكل فاحنا مع الحمد لله انا ما عندناش مشكل ما كنحسش ولكن ملي كنمشي عند الناس اللي من العائله ديالي والاصدقاء ديالي وكيكون مثلا الا كان بي مع الأ ما كاينش مشكل متقاربين ملي كيكون أ مع او تما اقصى ما يمكن مختلفين فواصل مختلفه تماما غير انه اللي خاصو يحضي ماشي الاو خاص الأ اللي يحضي علاش لان الاو ما ينزعش كثير من النبات عليهم خصوص الطازج بحال السلطات الاشياء اللي كتكال طازجه بحال الفواكه شي ما عندوش معاها مشكل ولكن الا غادي ينزعج من الحليب ومن اللحم هو الاو ما كيشترك مع الا لا كانت للراجل او المراه ولا العكس الحليب هذا ما كيستافدوش منه إذا كانوا بي وابي الحليب يستافدوا منه ولكن إذا كان الاو ما عندهمش المولد ما عندهمش الانتيجين ديال الحليب ما غاديش يستافدوا منه وما غاديش يجي شي حد يتفضل عندنا قلنا علاش الناس كيشربوا ولا شي حاجه لا يستفيدون من الحليب علاش لان المولد ديال الحليب ما عندهمش في الخلايا الحمراء ديالهم الانتيجين ما عندهمش يعني لا يستفيدون منه وبالعكس لا يستفيدون منه ويسبب لهم انزعاج ولذلك كانت واحد المرض كان في افريقيا هو خاص بافريقيا تنعدم عندهم واحد الانزيم ديال اللاكتاز ما عندهمش وكانوا غير كيشربوا الحليب وكيديروا اسهالات كيضرهم الحليب يعني كيهلكهم الحليب هو عندهم فصيل دموي او وزادوكم الفصيل الدموي او ما عندوش اللاكتاز بعدا يعني اصلا ما عندوش اللاكتاز ماشي ما عندوش ضعيفه جدا اللاكتاز ديال الاو وما عندوش الاسيتيل جلاكتوزامين ولا دي جلاكتوز على المواليد ديالو على الانتيجات ديالو عنده في الخلايا الحمراء ما عندوش غير موجوده ولذلك كان الافارقه يتضررون علاش لان اللون اسود لان الفصيل الدموي او ملي كيجتمع اللون الاسود داكن مع الفصيل الدموي او هادو ممنوع عليهم الحليب منعا كليا ممنوع الحليب منعا كليا لا يطيقون الحليب هذا ملي كيكون كذلك هاد الالوان زدنا الالوان البشره مع الفصيل الدموي غادي نخرجوا بواحد النتيجه هائله ولكن معقده معقده لان الناس غادي يمشيو للسوق غادي يلقاو اشياء ما غاديش يبقاو يعني ولكن مع المده الا ترباو على هذه الاشياء مع المده بعد سنه وسنتين وثلاث سنوات علاش انا قلت اللائحه السلبيه علاش انا الان تكلمت في البرنامج على الاشياء اللي تحدث انزعاج قناه نصائح وارشادات مجانيه باش يزولوها الا زولوا غير خمسه ولا سته ديال الاشياء اللي كياكلوها يوميا اللي داخله في النظام الغذائي اليومي ما غاديش يكون مشكل لا بقاو غير الاشياء اللي كيتناولوها مره في الشهر ولا مره في السنه ولا ملي يكونوا مسافرين ولا شي حاجه هكا ولا يكونوا مضطرين ليس هناك اي مشكل الجسم عنده واحد كنسميو عنده واحد المرونه يتحمل بعض الاشياء لواحد المده معينه لا يتحملها لمده معينه ولذلك كنشوفوا على ان ملي كنلقاو سرطان عند او كنلقاو بان الخلل كاين في الليكتينات في الـ في الـ في, الـ في الهرمونات وفي المواد الطبيعيه هناك من يتضرر بحال الابي ما كيتضررش بالحضاره الابي كيتحمل التلوث كيتحمل الحضاره ما عندوش مشكل مع دخان السيارات مع الاولى الاول عنده مشكل كبير مع دخان السيارات في المدينه ما يقدرش على المسألة